الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. واليوم إن شاء الله سنقوم باستكمال المحاضرات بشكل إلكتروني نظرا للأوضاع التي نعيشها جميعا. سنقوم إن شاء الله بمتابعة مساق تطبيقات حاسوبية في العلوم الإدارية، وسنقوم بإجراء تطبيق عملي على كيفية تصميم قاعدة بيانات باستخدام برنامج الأكسس. سنقوم بفتح البرنامج وقواعد البيانات، نقوم بالضغط على New Blank Database، نختار المكان الذي نريد تخزين قاعدة البيانات فيه. نفترض أننا نريد تخزينها على سطح المكتب، نقوم بالذهاب إلى هذه النافذة ومن ثم نختار ديسكتوب. نقوم مثلا بتسميتها إسراء بلوي، ثم نضغط على أيقونة كرييت. هذه النافذة الرئيسية الخاصة بقاعدة البيانات. كما تحدثنا سابقا، قاعدة البيانات هي عبارة عن مجموعة من البيانات التي تخص أشخاص معينين، نقوم بتخزينها في جدول واحد أو مجموعة من الجداول لتسهيل عملية الحصول على المعلومات بعد ذلك. على سبيل المثال، قمنا بإنشاء عند إنشاء قاعدة بيانات فارغة، نلاحظ أن عدد التيبلز الموجودة هي واحد فقط. نقوم بإضافة بيانات في هذا التيبل، طبعا بالإمكان إضافة أكثر من تيبل، لكن بداية سنقوم بالتعامل فقط مع تيبل واحد. نقوم بعملية تسمية هذا التيبل، ممكن نسميه personal information. طبعا التيبل يتكون كما تلاحظون في هذا الشكل، اللي هو الفيلد نيم اسم الحقل والداتا تايب. طبعا كل حقل احنا بنعطيه اسم وبنختار ايش نوع الداتا الخاصة بي. يعني بالاي دي هيكون عندنا اوتو نمبر، وهذا الاي دي هنستخدمه زي ما حكينا في المحاضرات السابقة كيونيك نمبر او رقم غير قابل للتكرار. يعني الانسان او اليوزر ما بيتدخل فيه، بيتم عملية الجنريت له بشكل تلقائي من قبل جهاز الحاسوب لضمان انه ما في شخصين مثلا يحملوا نفس الاي دي. طبعا ضربنا مثال، قلنا كل الطلاب الموجودين بالجامعة بيحملوا اسماء اي دي مختلفة، يعني ما في طالبين موجودين في جامعة الاسراء بيحملوا نفس الاي دي. طبعا حنخليه الاي دي اللي هو عبارة عن اوتو نمبر. بعد هيك ممكن احنا نكتب الفيرست نيم، ممكن هنا نكتب السكند نيم. طبعا بنضغط تاب بننتقل للحقل اللي بعده، لكن خلينا نكتب اسماء الحقول في البداية. بعد هيك نيجي للداتا تايب، سكند نيم، فاميلي نيم، مثلا الايج العمر، الجندر، الادرس، الايميل، مثلا السي في الخاصة بالموظف. نكتفي بهذا القدر من اسماء الحقول. طبعا ممكن نضيف اسماء اخرى.
لكن نيجي هان للداتا تايب. الفيرست نيم حيكون عندنا طبعا شورت تكست، في عندنا لونج تكست. لو انا بدي الحق لهذه يستقبل بيانات اكبر، انا مثلا عندنا بالشورت تكست بيعطيني لحد 255 كاركتر، واعتقد انه كافي انه يكون هذا الرقم خاص بالشورت او الشورت تكست خاص بالفيرست نيم. اعتقد انه بيكون مناسب. بالسكند نيم برضه هنخليها شورت تكست، بالفاميلي نيم هنخليها شورت تكست، بالايج هنروح نغير الداتا تايب من شورت تكست ل نمبر، لانه دائما بيكون عندنا الايج هو عبارة عن نمبر. طيب بالجندر قلنا هنختار لوك اب ويزارد، ونروح نختار اللي هو خيار من الخيارين. طيب حاليا خليها شورت تكست ونجيها بعدين. بالادرس هناخد برضو انه يكون عندنا شورت تكست، بالايميل هروح اعمله هايبر لينك. ليش بعمله هايبر لينك؟ لانه مجرد ما اضغط عليه هيعمل لي او هيقوم بفتح البرنامج الخاص بارسال الايميلات. على سبيل المثال الاوتلوك بيتعامل معاه كارتباط تشعبي. بالسي في هروح اضيف اللي هو هيكون عندي اتاشمنت. لو بدنا نضيف البيرث اوف داي ممكن يكون عندنا date and time، يعني أنا بدي أختار تاريخ معين لإله. طيب هان أو هاي الجزئية الخاصة بكيفية اللي هو إنشاء التابل وتسمية طبعا أسماء للحقول أو إضافة أسماء للحقول. بعد هيك أنا بروح بختار التايب الخاص بكل حقل أنا ضفته. طيب نيجي لجزئية اللي هو الجندر. قلنا انه ممكن يكون يا ميل يا فيميل، فاروح اعلم الجندر واجي باسفل الشاشة هنا على شغلة اسمها اللي هي اللوك اب، بضغط على تكست بوكس واروح اختار ليست بوكس. شو هنختار؟ هنختار ليست بوكس. هان هيجيني اللي هو الرو سورس. انت بدك ليست بوكس؟ هختار انا برضو ليست بوكس. هان اذا كانت كومبو بوكس هروح اغيرها لليست بوكس. في الرو سورس هروح اضيف الخيارين واضيف بينهم فاصلة او كوما اللي هو الميل والفيميل. طبعا هان حيصير عندنا الجندر بيحمل خيارين، يعني لما تيجي تدخل بيانات حيحكي لك يا اما بدك تدخل ميل او فيميل. نروح نشوف الجزئية هاي، نروح نضغط على التابل ونروح نضغط بدل ديزاين فيو نعمل عملية يو ماست فيرست سيف ذا تابل. احكي له يس، هيظهر معانا شكل التابل كيف البيانات بدها يتم تخزينها. حبدأ انا اكتب في البيانات مثلا احمد، سكند نيم علي، فاميلي نيم مثلا صالح، الايج ممكن نقول 23، بالجندر زي ما انتم ملاحظين صار في دروب داون ليست. هختار يا اما ميل يا اما فيميل، بس في مشكلة هان نروح نشوف ايش السبب. نرجع على ديزاين فيو ونروح على الجندر لوك اب ليست بوكس. في الخيار الثاني بدنا نعمل فاليو ليست، كنا ناسيين نعملها، كانت هي تيبل كويري لكن انا هخليها فاليو ليست. يعني انا بدي اختار اللي هو قيمة من مجموعة من القيم. هتظهر عندي دروب داون ليست او دروب داون فاليو ليست، واختار انا يا اما ميل يا اما فيميل. هاي الخطأ اللي احنا ارتكبنا. نعمل عملية الحفظ ونرجع مرة تانية على التابل. هروح الاقي بالجندر انه بدأ يظهر لي تو فاليو اللي انا ضفته، فاروح اضيف يا اما ميل يا اما فيميل. في هاي الحالة هختار ميل. بالادرس نفس الاشي، ممكن احنا نكتب مثلا نورث غازا. بال
الإيميل هنروح مثلا نضيف إيميل معين at، إذا ملاحظين بيجيني باللون الأزرق، يعني بيتعامل معاه كهايبر لينك. في الاتاشمنت لو أنا بدي أضيف السي في لأي شخص ممكن نضغط على على البوتون الموجود هان، طبعا هيطلب منا إنه نضيف السي في من جهاز الكمبيوتر. أروح أختار مثلا من الديسكتوب أي ملف موجود عندي، أفترض إنه هو السي في. نعمل أوكي، طبعا حيصير أعطيني بدل 01 إنه هذا الشخص صار موجود إله السي في. بيرث أوف ديت مجرد ما نضغط عليها، لأن احنا عملنا داتا تايب انها تكون ديت تايم وديت، حتظهر عنا شكل الكالندر او الايقونة الخاصة بالكالندر. طبعا فوق بنتقلب لانك تعمل لسنة معينة. طبعا بعد ما تضيف التاريخ بامكانك تعدل، بدنا نعدل السنة مثلا نحط 1990 بالشكل هذا. نعمل تاب أو نضغط تاب بالكيبورد ونروح للسطر الثاني. إذا ملاحظين مباشرة أعطاه الـ ID 1. طبعا الثاني هلا لو أنا دخلت كمان بيانات هيعطيه 2. مثلا غازة اتاشمنت نفس الاشي، مجرد ما نضغط على الايقونة هاي هنروح نختار مثلا ملف سطح المكتب. اوكي نفس الاشي، نختار اي تاريخ للسرعة، ممكن انت تختار السنة وتضيف التاريخ اللي بتشوفه مناسب. نضغط تاب برضو، لو ضفنا كمان ريكورد هان حيظهر عنا هنا رقم 3. هاي البيانات كلها اللي انا ضفتها بهاي الحقول اللي معلم بالازرق هذا بنسميه ريكورد. هذا سجل خاص بمين؟ خاص بالموظف اللي اسمه احمد، له سكند نيم وله فاميلي نيم وله ايج وله جندر وله ادرس. يبقى هاي البيانات كلها موجوده بالسطر الاول، او بنطلق عليه الريكورد الاول خاصه بالموظف اللي اسمه احمد. الريكورد الثاني اللي صار موجود عندي هذا خاص بالموظف الثاني اللي اسمه محمد. انا مثلا بالادرس لو بدنا نقسم مثلا على سبيل المثال في قطاع غزه عندنا 5 محافظات، لو بدي اضيفهم كدروب داون ليست، مش يعني الموظف نفسه اللي يختار المكان او الادرس. لو بدنا نعمل هذا الاشي بنروح نضغط على التابل بالزر الايمن للماوس، بنروح نضغط على ديزاين فيو، وحنروح عند الادرس نفس فكرة الجندر، حضغط على لوك اب وحختار ليست بوكس، وفي الرو سورس تايب حروح اختار فاليو ليست، وفي الرو سورس حضيف الخمس محافظات الموجودة عندنا. نكتب مثلا نورث كازا، نكتب كازا، نكتب مثلا إلى آخره، نكمل باقي المحافظات، نعمل عملية حفظ. لو رحنا على الأوبن هتلاقي هنا بالمحافظات صار يجيني الخيارات اللي أنا ضفته، النورث غازا والغازا والويست غازا. طيب هذا بخصوص التيبل وكيفية إنشائه وكيفية إنه نعمل عملية تحديد للداتا تايب لكل حقل أنا بضيفه.
نيجي نشوف شو هي البيانات اللي موجودة هان في الجنرال. هان موجود عندنا الفورمات، الانبوت ماسك والكابشن، نمر عليهم ونشوف كل وظيفة او كل ايتم من موجودة هان شو الوظيفة الخاصة به. نروح على الفيرست نيم، الفيلد سايز 255، يعني معك تكتب ل 255 كاركتر. لو انت مش عارف المعلومات اللي هان بيجيك شرحها، يعني هان بالفيلد سايز شو مكتوب: the maximum number of characters you can enter in the field, the largest maximum you can set is 255. اكبر عدد بيقبله او اقبل اللونج تبع السترينج اللي انت حتدخله او الاسم هيكون 255. بدنا نزوره، يعني احنا بدنا بالفيرست نيم ما يتجاوزش العشر احرف. طيب نيجي للفورمات الخاص بي، او نيجي لشغله بنسميها اللي هو كيف الشكل الفورمات، يعني كيف الشكل بده يظهر. ده display layout of the field، select a predefined format or enter a custom format، press F1 for help on format. سانا خلي نفس الشيء short text. بالانبوت ماسك، هل بدك ماسك لهذا الشورت تكست؟ يعني الماسك مثلا ممكن نستخدمه بالباسورد، يعني احيانا انتو بتعرفوا بالباسورد انه بيزبط، انه الباسورد بتكون، او لما اجي اكتب الحقل الخاص بالباسورد بيكتب لي اياه نجم، او بيكتب لي اياه عبارة عن مجموعة من البلتس. هذا الامر بيتم ان انا بروح بضيف ماسك للحقل، او بكتب انبوت ماسك معين للتاريخ، الفورمات تبع التاريخ ممكن يكون عندنا يوم شهر سنة. انا ممكن بدي اياه شهر يوم سنة، انا طبعا باجي بغير بالانبوت ماسك. طيب نيجي هاي نطبقها بالانبوت ماسك، نطبقها على اللي هو البيرث ديت. نيجي هنا على الانبوت ماسك، نضغط على، طيب لازم نحفظ التابل قبل. The size of one or more fields has been changed to show if data is lost. طيب هان الماسك الخاص بالتاريخ بعطيك خيارات، في short date، في short time، في اللي هو medium date بيقول لك مثلا موجود 27، ما بيكتب ليش 9، بيكتب لي سبتمبر 1969، بيعطيني اختصار 69. ممكن انت تشوف هذا مناسب مثلا للبيانات اللي بتخزنها، بتروح بتعلمه وبتضغط next next finish. هذا الانبوت ماسك الخاص بالتاريخ. لو رحت رجعت على التابل، طبعا دائما بيطلب منك انك تحفظ البيانات. يس، تلاقي مثلا بالماسك الجديد قبل كانت تظهر لنا الكالندر اذا ذاكرين، هان صار مباشرة انت بدك تكتب هان 19، هان مش هيقبل منك 9، لازم اكتب مثلا سبتمبر او اختصارة، بس حيعطيني انك اكتب 3 كاركتر بس. وهان مش هينفع اكتب 1990، ليش؟ انا بيحكي لي الفورمات اللي انت اخترته بس بياخذ اللي هو رقمين من السنة مش أربعة. أروح أكتب له مثلا 90. طيب نمحي اللي كتبناه. هذا بخصوص الماسك الخاص بالتاريخ. نفترض إنه في عندنا باسورد، تضيف حقل اسمه باسورد، فبروح على اوبن، او عفوا على ديزاين فيو، وهان نكتب الباسورد، تخليها شورت تكست. هنا في الانبوت ماسك طبعا ماست سيف تيبل فيرست يس، واختار هنا الماسك الخاص بالباسورد اللي هو النجم نيكست. طيب نجرب نروح ندخل باسورد، طبعا
عشان ما تضلها تظهر للرسالة ممكن أضغط بالكيبورد Ctrl S اللي هو عملية الحفظ، أروح أعمل Open، صار في عنا حقل جديد هنا اسمه باسورد. نفترض إن أبدأ أدخل باسورد للشخص هذا، هتظهر لي عبارة عن مجموعة من النجم، لأن أنا اخترت الماسك تبعها إنه يكون إيش اللي هي الستارز، ما تكون عبارة عن بلانك تكست أو نص مقروء. طيب نيجي للكابشن. المقصود بالكابشن انت بتعطي وصف مثلا، يعني انت بدك اسم تاني يظهر لليوزر غير كلمة سي في مثلا، بدك تكتب عنها اللي هو السيرة الذاتية. هنا عشان اتاشمنت ما بينفع، لكن لو انا مثلا بدي اروح ل الباسورد وبدي احط كابشن للناس، يعني ما يظهر لهم هذا اسم الحقل، بدي احط كابشن اخر مثلا نسميها كلمة المرور، هيتغير اسم الحقل لما بيظهر لليوزر. كنترول اس، اروح هان اوبن، هتلاقي هنا بدل باسورد صار يجيني شو كلمات المرور. هذا المقصود بالكابشن او اضافة وصف للحقل. طيب في عنا هنا الديفولت فاليو او القيمة الافتراضية، يعني هنا مثلا لو كان لو البيانات هذه خاصة بموظفين بيشتغلوا بجامعة الإسراء، وهنا موجود هنا مثلا عندنا مكان الولادة، short text الديفولت فاليو بدنا نحط فلسطين، بس بنحطها بين دبل كوتيشن. هذه القيمة الافتراضية اللي حتظهر لليوزر، لكن بيقدر يغيرها. لكن ليش بنعمل احنا هيك؟ عشان نسهل على اليوزر. نفترض انه معظم الناس مولودين في فلسطين، او عندك مثلا نسبة حسم انه مثلا اكثر من 80% من الموظفين اللي بيعملوا بالشركة هم مواليد فلسطين، ليش تخليهم يروحوا يدخلوا او يكتبوا كلمة فلسطين؟ فبروح بحط لهم ديفولت فاليو عشان اسهل عليهم الامر. لو رحنا هنا فتحنا هتلاقي هنا البليس، ودائما بيضيف للقيمة هاي او الديفولت فاليو. طبعا بنفع اغيرها احط ايش مكان تاني مثلا. هاي الفكرة الخاصة بالديفولت فاليو. ديزاين فيو، نيجي للفاليديشن رول او اللي هو النص التحقق. يعني احنا دائما احيانا بندخل بفورم بيجينا ايرور مثلا او خطأ معين، بيحكي لي ممنوع مثلا ندخل التاريخ او ممنوع الشخص يكون عمره اقل من 20، او ممنوع ادخال راتب موظف، أو ممنوع إدخال حقل في الخانة الخاصة براتب الموظف أقل من 1000 شيك على سبيل المثال. في هاي الحالة أنا بدي أضيف شرط، يعني هنا مثلا نكتب مثلا سالري، نضيف حقل هنا نسميه سالري، نخليه شورت تكست، أو السالري ممكن نخليه هنا في عنا داتا تايب خاصة بالسالر اللي هي الكرنسي. واجي هنا بالفاليديشن رول اقول له لازم يكون اكبر من 1000، يعني لازم القيمة اللي تدخلها بالحقل هذا اقل من 1000. ما في عنا في الشركة رواتب اقل من 1000، الحد الادنى للرواتب هو 1000، فبروح بضيف فاليديشن رول. وهان بدي اضيف الفاليديشن تكست، يعني شو نص الرسالة اللي حتظهر للمستخدم بين دبل كوتيشن مارك، الرجاء مثلا
إرجاء إدخال قيمة أكبر من 1000. هاي اللي حتظهر لليوزر لما بيدخل قيمة أقل من 1000. نعمل حفظ، نضغط على كوماند أو الكيبورد Ctrl S. طيب نروح على البيرسونال انفورميشن، هنا مثلا كم البيانات هاي عالي مثلا. طيب البليس السالري حط 900. بحاول انتقل انا للريكورد الثاني، بيقول لي خطأ انا ما بقبل 900، الرجاء ادخال قيمة اكبر من 1000. طيب الشرط لو حطينا 1000 برضو مش حيقبل، لو بدنا يقبل 1000 بدنا نحط أكبر أو يساوي بالشرط. أنا طبعا 1100 طبعا حيتم إيش قبوله، واضح. لو بدنا يقبل 1000 هروح على Design View، عن رجاء إدخال قيمة أكبر من 1000. إيش نعمل فيها؟ لو بدنا يقبل 1000 بدل كلمة أكبر أو جنبها نحط أكبر من، نحط الساين تبعت إيش يساوي. كنترول S. لو جينا جربنا نغير القيمة هاي، حطينا مثلا 1000، طبعا ايش تم قبولها لانه غيرنا الكونديشن، الشرط تم تغييره. هذا بخصوص اللي هو الفاليديشن رول والفاليديشن تكست، ايش هو الشرط وايش النص اللي حيظهر لليوزر او للمستخدم في حال انه الرقم اللي تم ادخاله او النص اللي تم ادخاله خاطئ. طيب required no or yes، لقيت في بعض الفورمز لو بتجرب تقدمه لوظيفة أو لعمل معين أو لتدريب بتلاقي بعض الحقول بتحاول أنت تعمل لها سكيب، ما بدك تدخلها، بقول لك ممنوع، ممنوع تنتقل للحقل اللي بعده مثلا إلا لما تدخل هذا الحقل، أو بتيجي في الآخر بتعمل submitted أو بنعمل submitted لفورم معين حكينا في بعض الحقول يجب إدخالها، هاي بنسميها required field. يعني أنا ممكن أختار من الحقول اللي موجودة عندي هان بعض الحقول إجباري إدخالها، زي مين؟ طبعا البيانات الأساسية زي الـ first name بدي أروح أضغط عليه required، يعني إجباري إنه اليوزر يدخل الحقل هذا الـ first name والـ family name، بدي أخليه برضو إيش required، بدل نوع أحط yes، والـ address برضو ايش يكون required، لكن باقي الشغلات ما بدي اياها required. واعمل save واروح افتح design view او open. هلا كم حقل صار required عندي، فاي ريكورد بدي اضيفه جديد لازم ادخل first name ولازم ادخل الفاميلي نيم ولازم ادخل، اعتقد حطينا الادرس، اتاكد الادرس required yes. يعني لو ما بدي ادخل السكند نيم بيقبل، ما بيوديني على الريكورد الثاني.
نجرب هنا ندخل طيب هنا المفروض تجينا رسالة خطأ. نشوف هنا حطينا احنا الفيرست نيم الحقل اللي احنا كنا قبل عاملينه كان موجود مسبقا، يعني معطيه اي بي مسبقا، لكن هنا حاليا بالحقل الجديد او بالريكورد الجديد هنا جربنا احنا نضيف بيانات وننتقل من الريكورد الاخير. ايش حكى لي؟ You must enter a value in the personal information first name field. لازم نضيف اسم بالحقل الاول، يعني هنا لازم اكتب بيانات. طيب احاول اتجاوز الفاميلي نيم، تاب 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 تاب، برضه جتني نفس الرسالة. You must enter a value in the personal information dot family name. الفاميلي نيم required field، عشان هيك صارت تظهر لي رسائل الخطأ هاي. يبقى لازم ادخل احمد، وهنا مثلا ادخل العائلة علي، ولازم ادخل ايش كمان؟ الادرس بس. بس باقي الحقول بينفع اسيبهم فاضي؟ بينفع، لان انا حطيت الخيار تبعها انها مش ريكورد. انا مثلا ما بينفع نخليها صفر 1100. شايفين انتقل للحقل اللي بعده او للريكورد اللي بعده، لكن قبل ما كان يقبل لانه كان في نقص في حقل من الحقول الثلاثة اللي هي الريكويرد، يا اما اللي هو الفيرست نيم والفاميلي نيم والادرس. لازم الثلاثة هاي ندخلها. طيب نرجع ديزاين فيو، يبقى هنا في عنا شغلة إلها علاقة بالفاليديشن رول، بالفاليديشن تكست، بالريكويرد، بالاندكس. الاندكس هاي خاصة بعمليات البحث لتسريع عملية البحث، لأنه التيبل بيكون بيحتوي على بيانات كبيرة، فأنا ممكن أفعل خيار الاندكس لتسهيل عملية البحث داخل اللي هو هذا التيبل. لو كانت عدد البيانات قليل عندي ممكن أخليها نو. يوني كود كومبريشن اللي هو عملية ضغط البيانات عشان نقلل مساحة، بنعمل عملية اللي هو ضغط للبيانات، أو بنعمل عملية كومبريشن. ممكن تكون أو الديفولت هي إنه دائما تكون يس أو فعالة. هنا في مثلا التكست ألاين نعمله مثلا سنتر. إيش يعني سنتر؟ بروح بوسط لي التكست، بخليه دائما مكتوب بالسنتر. هذا حيطبقها على مين بس؟ على الإيج. يعني انا الحقل اللي انا بختاره، بعدين بعطيه الكاركترستيك الخاصه بي او الخصائص الخاصه بي. يعني الشغلات اللي انا بعملها بتنطبق بس على الفيرست نيم، على الحقل هذا اللي انا معلمه، مش على كل الحقول اللي موجوده. يعني انا بدي الفيرست نيم الالاين تبعه يكون ب
بالسنتر، باقي الشغلات ما بدي اياها. نعمل حفظ، لو رحتوا هنا على التابل حتلاقوا انه الفيرست نيم كله صار وين؟ الالاينمنت تبعه توسيط بالسنتر. السكند نيم لا زال بيظهر من اليسار لليمين، فاميلي نيم من اليسار الى اليمين الى اخره. طيب هذا اللي كنا بدنا نشرحه في المحاضرة هاي. الملخص لإلها إنه إحنا قمنا بإنشاء تيبل سميناه بيرسونال انفورميشنز. طبعا قلنا يفضل إنه دايما لما بنسمي قواعد البيانات إنه ندخل الأسماء بالطريقة هاي، يعني ما بحط بيرسونال سبيس انفورميشن. ممكن أستخدم طريقتين، الطريقة الأولى إني أعمل بيرسونال أندرسكور انفورميشن، أو أحط بيرسونال أول كلمة تكون كابيتالايز، أول حرف عفوا من الكلمة نعمله كابيتال لتر، وبالكلمة الثانية الانفورميشن برضو أول حرف نعمله كابيتال لتر. كذلك الأمر في أسماء الحقول، ممكن أعمل فيرست أندرسكور نيم أو فيرست اللي هو الأف كابيتال لتر والآن بتكون كابيتال لتر بالطريقة هاي. طبعا هنا تعرفنا على الداتا تايب، انه ممكن يكون عندنا شورت تكست، ممكن يكون عندنا لونج تكست، نمبر لارج نمبر، ديت اور تايم او كرنسي، اوتو نمبر هذا اللي دائما بيكون موجود لمين؟ للاي دي. في مثلا عندنا بوليان فاليو بتاخد يا اما يس يا اما نو. في الهايبر لينك خاص مثلا لو الموظف الويب سايت بروح بحطه هايبر لينك، لو له ايميل نختار طبعا هايبر لينك. الاتاشمنت اللي هو الخاص بالسي في، واللوك اب ويزارد خاص بعملية ان انا بدي اعمل دروب داون ليست، واخدناها من هاني. يعني لو انا بدي اعمل للجندر بروح بضغط على اللوك اب، بعدين ليست بوكس، بعدين فاليو ليست، بعدين بختار او بقوم باضافة القيم اللي هو ميل او فيميل. طبعا اخذنا بعد هيك اللي هو الحقول او الحجم الكاركتر، ممكن اغيره 9. الانبوت ماسك قلنا الباسورد بنستخدمه او للفورمات الخاص بتاريخ معين. الكابشن اللي هو للوصف، بديش كلمة ايج تظهر، بدي كلمة العمر، فبروح بالكابشن بكتب العمر. الديفولت فاليو اللي هي القيمة الافتراضية اللي بتظهر للمستخدم. فاليديشن رول اللي هو التحقق او الشرط انا بضيفه على حقل معين، اذا مثلا خاطئ بروح بعمل له فاليديشن تكست او رسالة الخطأ اللي هتظهر للمستخدم. required اللي هي الحقول المطلوب ادخالها، اجباري ادخالها. الاندكس كنا لعملية تسريع عملية البحث. الكومبريشن اللي هو ضغط البيانات، وباي ديفولت هي دايما يس. التكست الاينمنت اللي هي عمليات التوسيط، او يبدأ من اليسار لليمين او من اليمين لليسار. هذا بخصوص محاضرة اليوم، ان شاء الله نكمل بالجزئية الثانية انه ننشئ اكثر من تيبل، ونروح نعمل علاقة بين التيبل الاول والثاني وناخذ العلاقات. وبعد هيك حنتطرق لموضوع الكويريز، او انه نعمل كويري معين على تيبل لجلب بيانات موظفين بنطبق عليهم بعض الشروط. شكرا لكم ويعطيكم العافية.